في ضواحي مدينة خاركيف ومركزها لا تختفي ملامح المعارك والاشتباكات، منازل مدمرة وآليات محترقة وسكان فقدوا الأهل قبل المنزل والسكن، لكن تلك المشاهد تختفي تدريجيا مع الوصول إلى هنا، حيث مركز الرعاية الاجتماعية في خاركيف الذي يضم عددا كبيرا من النازحين واليتامى وأصحاب المنازل المدمرة. كان هذا المكان مخصصا لذوي الإعاقة وكبار السن، لكنه اليوم يضم نحو 400 أسرة من المتضررين بسبب العدوان الروسي على مدينتنا خاركيف وبقية المدن المجاورة. ولتجاوز هذا الضرر يعمل المركز على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية لمساعدة القادمين إليه على نسيان بعض مما عايشوه تحت القصف الروسي والمعارك التي شهدتها خاركيف. لدينا هنا أناس من جميع الأعمار ونحاول أن نساعدهم في البداية على تجاوز ما عانوه من مشكلات خلال الاحتلال الروسي لمدينتنا، وذلك عبر تقديم جميع البرامج النفسية والاجتماعية التي تساعد على ذلك. فما شاهده عايشه هؤلاء تحت وقع القصف الروسي والمعارك والاشتباكات سيحتاج بحسب وزارة الصحة الأوكرانية إلى سنوات حتى يتسنى لهم تجاوز ذكريات تلك المرحلة بما تحمله من مآس وآلام. بين ليلة وضحاها انقطعت السبيل بهؤلاء، دمرت منازلهم وفقد الكثير منهم عائلهم، وأمام واقع كهذا حرصت سلطات مدينة خاركيف على تعويضهم ولو بالقليل علّه ينسيهم جزءاً مما عانوه تحت القصف الروسي المتواصل على المدينة وضواحيها. أيمن جاتي، أرتي عربي، خاركيف.